السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي قناة العلوم، مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد إن شاء الله. غادي نتكلموا على الأماكن اجتياز مباراة المعاهد العليا للمهن التمريضية، وكذلك الوثائق اللي خاصنا نديو أثناء المباراة، لأنني لاحظت بزاف الأسئلة حول هذا الموضوع هذا. بالنسبة للوثائق اللي خاصنا نديو أثناء المباراة، المباراة اللي بدأت في 11 شتنبير، 12 شتنبير و18 شتنبير، وغادي تنتهي في 19 شتنبير 2021. غادي خصيونا هاد الوثائق اللي هي لاكارت ناسيونال و ليستيداع او الكونفوكاسيون اللي هي نيت استمارة الترشيح. فاش تسجلتوا في الموقع ديال اسبيت، في النهاية تعطيكم واحد الترشيح لأنكم تتخرجوا. اللي ما عارف يخرج هذه ورقة الترشيح يمكن ليه يدخل لهذا الفيديو هذا ديال طريقة تسجيل في المعاهد العليا للمهن التمريضية سنة الموسم الدراسي 2021 2022 في الدقيقة 27، يبدأ في الدقيقة 27، أو يدخل لهذا الفيديو هذا كيفية استخراج استمارة الترشيح اللي هو ديال سنة 2020 على نفس الطريقة، يمشي للدقيقة 6 وغادي يلقى طريقة الاستخراج ديال ورقة الترشيح. ملي تنحصلوا على ورقة الترشيح، ملي تنخرجوا ورقة الترشيح ديالنا، تنشوف فيها واحد جوج ديال الملاحظات اللي هي البلاصة، المكان اللي غادي نقراو فيه، المعاد اللي غادي نقراو فيه، وكاين المكان اللي غادي نزدجو فيه المباراة ديال الكتابي. بالنسبة ناخد واحد المثال، بالنسبة للمثال هذا اسبيت الرشيدية، يعني غادي يقرا في الرشيدية، القراية ديالو من بعد ما ينجح في الكتابي وينجح في الشفوي، هنا اسبيت الرشيدية اللي غادي يمشي يدفع فيها الدوسي ديالو، والدوسي ديالو كيما الدوسي ديال يعني ديال التسجيل في النهائي في اسبيت. راه هاد القوانين في هذا الفيديو طريقة التسجيل في المعاهد العليا للمهن التمريضية للموسم الدراسة 2020 2022 تطرقت ليه في هذا الفيديو هذا. أما بالنسبة فين غادي يدوز الامتحان الكتابي الحالي، فين غادي يدوز الامتحان، هو هذا فورزا زاد، غادي يدوز فورزا زاد، لأن هاد الشخص هذا غالبا غادي يكون ساكن في فورزا زاد، والتخصص ديال هاد الساحة الجماعية والساحة العائلية كاينة في الرشيدية. ناخذ واحد المثال اخر بالنسبه لهذا الشخص هذا، يعني فين غادي يدوز الامتحان، في قنيطره، غادي يدوز الامتحان ديالو في قنيطره، وفين غادي يدفع الدوسي ديالو منين نجح في الكتابي والشفوي، غادي يدفع الدوسي ديالو ماشي رابه، غادي يدفعو في انيكس دو قنيطره، يعني قنيطره فيها اسبيت. اذا غادي يدفع الدوسي ديالو هنايا في انيكس دو قنيطره، في اسبيت ديال قنيطره، وغادي يقرا في قنيطره، متفقين؟ غادي ناخدو مثال اخر. مثلا هاد الشخص هذا عنده ليكزامان ديالو في بني ملال، غادي يدوز في بني ملال، وفي نفس الوقت فين غادي يقرا، غادي يقرا في اسبيس ديال بني ملال، وهنا فين غادي يحط الدوسي ديالو من بعد ما يكون ناجح من في الكتابي والشفوي اللي هو امتحان الأهلية. كما تلاحظوا مثلا الى خدينا قنيطرة، فين غادي يدوز الامتحان، قلنا هو انيكس دو قنيطرة، انيكس ديال قنيطرة. مثلا هاد الناس اللي دوزو 11 شتنبير راه خص يمشيو انطلاقا من 7 ونص، كما قلنا لكم قال لك لي كونديدا دواف اتر موني دو لور سي ان او لي لا كارت ناسيونال و فورمولير دانسكريبسيون. هي الفيديو فاش قلت لك هاد الفورمولير دانسكريبسيون، كما قلت لكم هنا فين غادي تلقاوه، هنا فين غادي تلقاو الطريقة، إما هاد الفيديو استخراج ديال الفورميلير دانسكريبسيون مع هنايا، مع هاد الفيديو التاني كيفية استخراج الاستمارة الترشيح لأن فورميلير دانسكريبسيون. إذا كما تلاحظوا غادي يمشي الإسبيس ديال قنيطرة سطال واحد، فين غادي يدوزو مثلا أسيسون سوسيال، غادي يدوزو في سطال واحد. كما تلاحظوا إلا لاحظتوا هنايا راه العدد ديال الاسيستونس تكنيك قلال، اذا كاينين شي وحدين اللي غادي يكونوا تيقراو في انيكس ديال
ديال قنيطرة، ولكن الاكزام ديالهم غادي يكون في مدينة اخرى، داكشي علاش هنايا قلعان. الا مشينا نزلنا عاوتاني لتحت ديال القهوة ديال اليوم ديال 12 ديال هادو ديال العشية، بالنسبة للعشية مع الوحدة ونص، هنا كما تلاحظوا الصال واحد وكاين الصال جوج الصال أربعة. إلا جينا لهنايا، إلا جينا لهنا هنا ديال 12 شو تنبيه نفسي، هادي دوزو في أنيكس ديال إسبيتس، إسبيتس ديال أنيكس ديال قنيطرة اللي كاينة في قنيطرة. كما تلاحظوا هنايا غادي دوزو في الصال واحد، كما تلاحظوا انفيرميير اون نيوناتولوجي اي بيدياتري، يعني راه قلال. اللي ما لقى سميتو خصو يشوف، خصو يدخل، خصو يدخل كما قلت لكم يمشي للفيل ديك زمان، خصو يمشي لورد زاد. دابا هذا مثلا خصو يمشي يكليكي على فيل ورد زاد، ماشي يجي ديال الرشيدية يدير فيل ديال ورد زاد. هنا فين غادي يلقى سميتو؟ ما غاديش يشوف الفيشي او البي دي اف ديال الرشيدية، خصو يشوف الفيشي البي دي اف ديال ورد زاد تما فين غادي يلقى سميتو. متفقين؟ غادي نشوفو مثال اخر، دوزو للسيت ونشوفو الاماكن اللي غادي دوزو فيهم الامتحان. البقية ديال الناس اللي ما دوزوش وغادي يدوزو في 18 و 19، كاينه لابوغاتوار كما تلاحظوا و بريباراتور اون فارماسي هادي دوز نهار 18. التوقيت هو 7:30، يعني 7:30 خص تكونوا في المكان اللي دوزو فيه الامتحان. يعني 7:30 ماشي تبداو 7:30 الامتحان، ربما قد تكون 8 او 8:30 حتى 9، لانه على حسب تدخلوا باش تشوفوا المكان اللي تدوزوا فيه الامتحان، زائد هاد الاحترازات اللي غادي يديروها اثناء عمليه الازدياج هاد الامتحان. المهم غالبا شفت في مواقع اخرى ناشرين المعاهد، بعض المعاهد ان التوقيت دايرين لهم 9. المهم الاحسن الواحد يمشي بكري باش يكون مرتاح ويعرف حتى البلاصه فين غادي يدوز، القاعه او المدرج فين غادي يدوز، ويدخل يكون مرتاح نفسيا، ما يكونش ستريس على انه تعطل ولا شي حاجه اخرى. كاين عاود تاني في العشيه غادي يدوزو المانتونونس بيوميديكال مع اورتوبتي والراديولوجي، يدوزو في العشيه يكونوا حاضرين في مكان اجتياز المباراه. بالنسبه للحد، عفوا بالنسبه للحد 19، بالنسبه للحد 19 غادي يدوزو صحاب، اي دوزو صحاب انفيرميي اون انستيزي اي ريانيماسيون اي انفيرميي اون سونتي دو فامي سونتي كومونيتير. الحد مع 7:30 الصباح خص يكونوا في عين المكان، وفي العشية غادي يدوزو انفيرميي بور لي بانون لان العدد ديالهم كتير، غادي يدوزو كذلك انا الحد 19 مع يكونوا في عين المكان. وندوزو دابا نوريكم السيت فين غيتلقاو فيه الاماكن مع بعض واحد الملاحظات غادي نوريهم لكم. دان هذا هو السيت، غادي نخلي لكم الرابط ديالو. دان غادي ندخلو هنا نشوفو فيل ديك زمان، فيل ديك زمان ونختارو ديك الساعة، غادي نمشيو على حساب فيل ديك زمان اللي عندي في ورقة الترشح. نعطيكم من واحد المثال باش تعرفو علاش قصد دارو هاد التقسيم هذا باش ما تشوفو الفرق. مثلا إذا دخلنا ديال ورزازات ومراكش مثلا كما تلاحظوا هنا غادي نجي نقراو مثلا، مثلا في ديك المدينه اللي كاتبين لنا في ورقه الترشيح، ولكن هنا بلاصه بالضبط هي هذه فاكولتي دي سيونس جوريديك سوسيال ايكونومي دو مراكش، يعني كليات الحقوق والاقتصاد بمراكش. هذه كما قلنا لكم، وهذه نشوف هنا مثلا هاي امتى الساعه 7:30 نهار 18 7:30،
يعني 7:30، يعني علاش داروا 7:30؟ يعني باش يكون الواحد بكري تماك، غالبا غادي يبداو مع ديك 9 الامتحان، ولكن باش يكون الواحد بكري تماك، خصوصا غادي يدخلوا بواحد داك التباعد، الاجراءات الاحترازيه اللي تيديروا، داكشي الواحد غادي يجي بكري. وكاين صحاب العشيه هما التخصصات لابوغاتوار، هما هنايا زيد التخصصات الاخرين ديال راديولوجي، ولا جينا عاوتاني لهنايا غادي يلقاو الناس ديال العشية كما تلاحظوا، هي في نفس البلاصة، يعني فاكولتي دي سيون جوريديك سوسيال اي ايكونومي دو مراكش. يعني غادي نلقاو فيل ديكزامان مراكش، ولا جينا دخلنا في السيت وكليكينا على مراكش غادي نشوفوا البلاصة، يعني في الكلية فين غادي ندوزو حنايا دابا في التخصص هادو مع الوحدة ونص غالبا، يقدر يبداو مع ديك التلاتة هكا كلها، هما التخصصات اللي يدوزو في العشية. هادو تقريبا كلهم بوليفالون. إذا إلا مشينا دخلنا مثلا ورزازات، غادي نلاحظو كيما تلاحظو فين يدوزو أصحاب ورزازات، يدوزو كيما قلنا في هذا المثال هذا، مثلا هذا سونتي كومونيتير مثلا ورزازات، فيل ديكزامان هي هذه كما تلاحظوا، فيل ديكزامان خص نمشي لورزازات، هي هذه ورزازات مثلا كما تلاحظوا، هو هذا هذه دوزو، كذلك الحضور مع 7:30، هذه كل حضور مع 7:30، ولكن هذه دوزو الامتحان مع 9، يعني الواحد يجي بكري من الاحسن باش يكون مرتاح نفسيا، ما يدخلش يجي معطل ويدخل هو مخلول. اذا فين هذه دوز ورزازات، ولكن فين في الميعاد ديال التمريض، الميعاد العليا لمهن التمريض اسبيتس، ورزازات فين يدوز؟ لقينا مراكش غادي يدوزو في كليات الحقوق والاقتصاد، هنا في ورزازات يدوزو في اسبيتس الميعاد العالي للتمريض ورزازات. كما تلاحظوا هنايا لابوغاتوار، الى لاحظتوا راه لابوغاتوار التخصص ديال لابوغاتوار ما كاينش في ورزازات، التخصص ديال لابوغاتوار ما كاينش في ورزازات، اذا ما غاديش يخليهم يجيو حتى مثلا مراكش او المنطقه او التوزيع الجغرافي اللي تابعين ليهما باش يدوزو في الامتحان. اذا غادي يدوزو في ورزازات، ثم من بعد غادي يدوزو في يجيو لمراكش، هو اللي فيه التخصص ديال لابوغاتوار. اذا باش نعرفو غادي نشوفو فين، هنايا ها هو ورزازات التخصص ديال لابوغاتوار، عفوا ها هو المختبر لابوغاتوار. الى مشينا هكا ما غاديش نلقاو في ورزازات، كما تلاحظوا ما كاينش في ورزازات، هو ما كاينش في ورزازات. الى مشينا لمراكش غادي نلقاهم، نلقاو في ها هو، اذا غالبا لان توزيع الجغرافيا غادي يقراو في مراكش، اذا داكشي علاش هنا ايدوزو الامتحان في ورزازات. اذا جينا تاني التخصص الاخرين بريباراتور اون فارماسي، كذلك راه ما كاينش هذا التخصص في ورزازات، ولكن غادي يدوزو هما الامتحان تفاديا للتنقل. كذلك العشية هما العشية هما دايرين هنايا بأنه الوحدة ونص، وغادي ما خصهمش يمشيو بكري، الوحدة ونص هما يبداو الامتحان واقيلا حتى 3. إذا هاد التخصصات الآخرين اللي غادي يدوزو في العشية، إذا تفاهمنا على هاد ديال أكادير، هيدوزو فاكولتي دي ليتر اي دي سونس هيومان. عندنا هنا فين غادي يدوزو الامتحان في كليات الآداب والعلوم الإنسانية، يعني سيس أسيتي الدخلة أكادير، هنا قريبة ستي الدخلة أكادير كما تلاحظو، هنا فين غادي يدوزو مثلا هنا لونفي نيميرو أن، يعني المدرج رقم 1 مثلا هنايا غيدوزو في المدرج، هادي يكون معروف ديك الساعة. تا بالنسبة لديال مراكش
هنا كي اللي يدوزو في الصال مثلا صال نيميو 14، كي اللي يدوز في الانفي هنا عندهم سميات انفي امام مالك، امام مالك يعني تيشوفوا السمية انا معروفين، راه الا مشيتو غادي يوريكم البلاصة هادو كلهم. مثلا هنا الى شفنا عاوتاني هنايا كاين انفي كادي عياد، انا غادي يسولو على الاسم ديال المدرج، متفقين؟ اذا نتمنى يكون هذا الشيء واضح في فيديو اخر ان شاء الله، وما تنساوش دعمونا بلايك اشتراك وكومنتير.